حدث إعلامي أثار جدلا في العراق، متهمون على ذمة قضية كبرى امتنع عن الحضور لمحاكمته، ليظهر بدلا عن ذلك ضيفا في برنامج تلفزيوني في قناة محلية متحدثا عن القضية وملابساتها. خبراء في الشأن القانوني رأوا أن المخالفة القانونية ليست في ظهور المتهم في الإعلام، وإنما في حديثه عن حالة الدعوة. لا إشكاليات قانونية بظهور المتهم المكفل في وسائل الإعلام وفق قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن هذا الظهور وهذا الحديث يجب أن لا ينصب على موضوعة الدعوة، لأنه في هذه الحالة يعاقب عليه قانون العقوبات وفق المادة 235-236 التدخل في شؤون القضاء التي تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين. في الشارع كان الأمر مثار صدمة، فالقضية المعروفة باسم سرقة القرن تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في البلد، وطالما طالب العراقيون بكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين بها، ولكن عوضا عن ذلك يظهر المتهم الرئيس بها متحدثا بحرية آمنا من المحاسبة. البعض من المتهمين باختلاس الأموال اللي خاصة بالشأن العام ويظهرون بوسائل الإعلام خصوصا قبل المحاكمة مالتهم بكم يوم، هذا الأمر ربما يفرض حفيظة الشارع العراقي وعلامات استفهام كلش كبيرة تكون باتجاه الجهات المسؤولة، وممكن يثير الشك مثل ما نشوف جهات سياسية قد تكون هي متورطة وهي التي دفعت بأمثال مثل هكذا شخص وربما العشرات مثل هكذا أشخاص يعملون بالظل لصالح أجندات وأحزاب سياسية. هيئة النزاهة الاتحاد. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قد صرح مؤخرا أن ما أعلن من أرقام أموال سرقت قد يكون أقل بكثير من الأموال التي سرقت بالفعل، وهو ما يؤكد أن القضية لم تظهر كامل تفاصيلها بعد. تتلخص مطالب الشارع العراقي حول القضية المعروفة بسرقة القرن بكشف الرقم الحقيقي للأموال المسروقة وأسماء جميع المسؤولين عنها ومحاسبة الجهات المتورطة بتسهيل عملية السرقة. من بغداد سرمد القاص، الحرة.